خلينا نبدأ بأهم الأحداث كمان اللي حصلت امبارح مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللي تفقد عدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس. امبارح برضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قام بجولة تفقدية لمشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى دارة، وده بحي عتاقة لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروع وتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تفقد امبارح عدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس، منها مجمع السويس الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومصنع شركة كنعوف الألمانية للألواح الجبسية والمنتجات الجبسية، ومصنع يونيفرسال للأساس القائم بالمنطقة الحرة في حي عتاقة، ومقر الشركة المصرية الألمانية للمضخات المتخصصة في إنتاج الطلمبات. أيضاً امبارح قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية لمشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى دارة بحي عتاقة، وده لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروع وتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه بيتم تنفيذ ما يزيد عن 13,000 وحدة سكنية في إطار مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمحافظة السويس. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى النائب دوغلاس لامبورن عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً، وده بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عن الجهود المتواصلة اللي بتبذلها الدولة المصرية مع مختلف القوى الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتهدئة الأوضاع بالمنطقة، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة الحالة الأمنية للمعابر والمنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. أيضاً قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على منفذ قسطة للبري للاطمئنان على سير العمل بالمنفذ وإجراءات التأمين المتبعة على مدار 24 ساعة، مشيداً بما يبذله حماة الجنوب من جهود وتضحيات لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها بكفاءة واقتدار. وحضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.